السيد الوزير الأول المحترم صديق العزيز السيدات والسادة الوزراء المحترمين سيداتي وسادتي، في البداية اسمحوا لي سيدي الوزير الأول المحترم أن أرحب بكم وأن أعرب عن سرورنا أن نكون في استقبالكم في المملكة المغربية، أنتم والوفد المرافق لكم. إن هذه الزيارة تشهد على العلاقات المتميزة، علاقات الصداقة المتميزة بالاحترام والتقدير المتبادلين بين بلدينا، وتندرج ضمن إطار واضح لآفاق التعاون الذي دشنته الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو سنة 2016، وأيضا للشراكة الاستراتيجية العميقة التي نتجت عنها. هذه الشراكة التي رسمت معالم طريق نحو تعاون متين وتعاون مثمر وتعاون إيجابي بيننا، شراكة تستجيب للتطلعات والالتزامات المتبادلة بين بلدينا. ويتعلق الأمر هنا بخارطة الطريق محددة وطموحة وعملية تمكن من إرساء شراكة تستجيب للتطلعات المشروعة لبلدينا من أجل تطوير تعاونهما. إننا متفائلون لهذه الديناميكية الجديدة، وإننا مقتنعون بأن هذا المسار من التعاون سيسهم لا محالة في تعزيز الاستقرار والمضي قدما في صون مصالح البلدين في إطار من التضامن والتفاهم المرتكز أساسا على الاحترام المتبادل والمحافظة على السلامة الإقليمية لبلدينا. العلاقات المغربية الروسية قديمة ومتجذرة عبر التاريخ، تعود إلى سنة 1778 ميلادية من خلال تبادل الرسائل بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله والإمبراطورية كاترينا الثانية في أفق التوقيع على اتفاق سلام. ومنذ ذلك التاريخ وعلاقات بلدينا لم تتوقف، بل تطورت وتعمقت على مر السنين. إن هذه الروابط التاريخية تعززت بزيارتين لجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2002 وعام 2016، وكذلك تعززت بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المغرب في شتنبر 2006. والجدير بالذكر أنه في ظرف سنة فقط تمكن بلدانا من إعطاء نفس لهذه الشراكة من خلال تعميق الحوار السياسي وتنويع التعاون الاقتصادي، على اعتبار أن محطات التعاون الثنائي يبين بوضوح التقدم الحاصل في الشراكة بين البلدين، سواء بالنظر إلى غنى المحتوى الشراكة وإلى طبيعة الالتزامات الواعدة. وإذا كانت الإنجازات عديدة في هذا المجال، فإني أركز على واحدة منها فقط، ويتعلق الأمر بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المغرب وروسيا في موسكو يومي 12 و13 يوليوز 2017. هذا الحدث الذي يشهد على إرادة بلدينا من أجل الاستفادة أكثر من الشراكة الثنائية،
ومكنت من فتح شراكة بين فاعلين متعددين من قطاعات مختلفة، وخصوصا بين القطاع الخاص المغربي والروسي. وانعقاد هذه اللجنة اليوم مكن كذلك من تدليل الصعاب التي قد تعترض مسار المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في أفق تعزيز التبادل وضمان تموقع المملكة المغربية كشريك استراتيجي هام للفيدرالية الروسية على المستويين الإفريقي والعربي. سيداتي سادتي، إن تبادل الزيارات على مستويات عليا مكنت قائدة بلدينا من إطلاق حوار بناء ومثمر ساعد العلاقات المغربية الروسية على الرقي والازدهار. اتوسعت لتشمل عددا من القطاعات الاستراتيجية مثل البحث العلمي وامتلاك التكنولوجيا الحديثة المتطورة. فالزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا أعطت نفسا جديدا للعلاقات المغربية الروسية، خصوصا في مجالات الصيد البحري والبحث العلمي والتقني، وسلطت الضوء على إرادة البلدين في الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للرقي بالتعاون في مجالات الفلاحة والصناعة. لقد قرر قائد بلدينا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها وغرس ديناميكية في مستوى روابط علاقة الصداقة العريقة التي تجمع المملكة المغربية بالفيدرالية الروسية. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أعبر لكم عن أحر التشكرات المملكة المغربية للفيدرالية الروسية على موقفها الثابت الداعم للقرار الأممي من أجل حل سياسي وتوافقي يرتكز على ضرورة حفظ السلام والاستقرار في المنطقة. سيداتي سادتي، لقد شهدت المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والفيدرالية الروسية تطورا منذ التوقيع على الاتفاق التجاري والاقتصادي، مما ساعد على رفع حجم المبادلات من 200 مليون دولار سنة 2001 إلى 2.5 مليار دولار سنة 2015. وفي سنة 2013 انطلقت مرحلة جديدة بعد التوقيع على اتفاق التعاون الخاص بقطاع الصيد البحري. وفي سنة 2016 احتلت روسيا الرتبة 9 كممول للمغرب والرتبة 22 كزبون له. وعليه فإن وضع التعاون الاقتصادي بين البلدين يبقى مرضيا، والمبادلات التجارية في منحى تصاعدي، لكن لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به لتحقيق المزيد من التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين والمزيد من تطويرها تلك العلاقات. وإن البعد الاستراتيجي في العلاقات الثنائية يتطلب تقوية الإطار القانوني، وبهذا الخصوص فإن المغرب ينوه بالاتفاقيات ذات الأهمية القصوى الموقعة بمناسبة الزيارة التاريخية لجلالة الملك لروسيا سنة 2016، كما نسعى اليوم إلى التوقيع على اتفاقيات جديدة في إطار زيارتكم الحالية للمملكة المغربية. هذه الاتفاقيات الجديدة التي سنوقع عليها بعد قليل تهم قطاعات ذات الأولوية، ستساعد بدون شك في تعميق وتطوير علاقات التعاون الثنائي وتحديد الآليات الناجعة لحسن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. ففي المجال الجمركي فإن التوقيع على بروتوكول تعاون المعلومات تبادل المعلومات قبل وصول البضائع والسلع والمركبات المعروف بكوريدور فيرت سيسهل تدفق المعاملات التجارية، خصوصا بالنسبة إلى المواد الفلاحية التي تشكل جزءا كبيرا في الصادرات المغربية نحو روسيا. وبما أننا نتحدث عن القطاع الفلاحي فإن التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارتي الفلاحة المغربية والروسية تعد بمثابة قيمة مضافة يمكن أن تغني رصيد التعاون القائم بيننا.
أما فيما يخص التعاون الطاقي فهناك آفاق واعدة بين البلدين ستمكن من تعميق التبادل في مجال الغاز الطبيعي والكهرباء والنجاعة الطاقية والهيدروكربونات، وبالإضافة إلى المجالات التعاون التقليدية بين البلدين فقد فتحنا اليوم آفاقاً جديدة بين بلدينا في التعاون في المجال العسكري وفي المجال الأمني. سيداتي سادتي، شخصياً ألاحظ أيضاً أن العلاقات الثقافية بين بلدينا متميزة أيضاً ونشيطة، فمنذ عدة عقود تستقبل باستمرار الجامعات الروسية طلبة مغاربة، وأريد هنا أن أؤكد على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين حضارتينا وبلدينا لتقوية التواصل بين شعبينا. وهنا لا بد أن أنوه بمذكرة التفاهم فيما يخص التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمة الدينية المركزية في موسكو، التي تم التوقيع عليها بمناسبة الزيارة الملكية التاريخية لروسيا سنة 2016، والتي تهدف وتروم إلى تقاسم وتبادل التجارب والخبرات في مجال تثمين التراث الإسلامي والمحافظة عليه. كما أغتنم هذه المناسبة لأنوه بمشاريع التوأمة بين المدن المغربية والمدن الروسية، وأحيي المبادرات المتنوعة المتخذة في هذا المجال بين العاصمتين موسكو والرباط، وأيضاً بين الدار البيضاء وسان بطرسبرغ. سيداتي سادتي، أريد في الأخير أن أنوه أيضاً وأذكر بالالتزام الاستراتيجي والثابت للمملكة المغربية لفائدة القارة الإفريقية. هذا الالتزام الذي مكن المغرب من تطوير خبرة عميقة ومعتبرة في مختلف القطاعات ذات الارتباط بالجانب الاقتصادي، وجعل منه مركزاً للشراكة القارية. وكما تحدثنا هذا الصباح صديقي العزيز، فإن المغرب على أتم استعداد ومنفتح لإقامة شراكة ثلاثية موسعة بين بلدينا من جهة ومع إفريقيا من جهة أخرى. تشمل هذه الشراكة القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز مشاريع هامة في إفريقيا لتنمية إفريقيا في صالح الأطراف الثلاثة كلها. وفي الختام أجدد الترحيب بكم السيد الوزير الأول، وأجدد الترحيب بالوفد المرافق لكم، وأشكركم على هذه الزيارة الموفقة التي أتتمنى أن تتكرر لمصلحة البلدين الصديقين، وشكرا جزيلا.